هل يوجد مجالس في القرآن أو السنة؟ طبعا هذه مسألة شائكة وعظيمة وعويصة، وتنازع فيها الناس تنازعا بينا، ولكن يمكن أن يقال بأنه إذا وجد أو إذا تصورنا وقوع المجاز في القرآن والسنة فلابد أن ننزه المعاني الشرعية لا سيما العقائدية من ذلك الأمر، وإذا أوقعناه يكون بضوابطه المعلومة، أن تكون قرينة معتبرة، دي أول شيء من هذه الأشياء. الشيء الثاني ألا يكون ذلك المجاز داخلا في باب عقائدي، ده الأمر الثاني. الأمر الثالث ألا يكون إثبات المجاز مدخلا من مداخل المبتدعة.